تخصيص في إطار ميزانية الولاية مبلغ 10 ملايير سنتيم لفائدة قطاع الصحة موجهة لمواجهة هذه الجائحة اللي في الأيام القليلة الأخيرة عرفت ارتفاع عدد المصابين مؤقت لمدة 10 أيام، ريتما يكون تطبيق فعلي لإجراءات الوقاية. احنا ما نتخذوش قرار باش نصعب الأمور على مواطنينا، احنا نتخذ قرار لاحترام البروتوكول الصحي. لاحظنا في بعض من المساجد، اللي نشكر أغلبية المساجد اللي اعطوا المثال في هذا المجال في احترام البروتوكول الصحي، في الشباب اللي واقفين واللي وجهوا يعني في المصلين في المساجد الى اخره، الا وبعض المساجد كان فيها عدم احترام هذا البروتوكول الصحي. ارتئينا اننا نتخذ قرار الغلق لعدد معين من لمدة 10 ايام.